تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، تم الإعلان عن جائزة المبدع الصغير اللي تم استحداثها مؤخراً بهدف النهوض بالفنون، وبتمنح الجائزة سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً. النهاردة إحنا بنعلن خطوات جائزة الدولة المبدع الصغير من خلال هذا المؤتمر الصحفي اللي طبعاً شرحنا فيه تفاصيل كتيرة جداً، لكن الحقيقة يعني أحب أقول إن دي الأول مرة بتحدث في الوطن العربي وفي أفريقيا إن الدولة تخصص جائزة للمبدع الصغير ومرحلة النشأ من سن 5 سنين ل 18 سنة، وهي جائزة الدولة وليست مسابقة. الجائزة دي ممكن تفيدني وتفيد ناس كتير وبنافس زمايلي وكده، وفخور جدا ان كل هيستفاد، انا هستفاد، واحد زي صحابي هيستفاد كده، فحاجة كبيرة قوي وعظيمة. انا شايف الجائزة دي اللي هي توصلني والناس هيشوفوني وهتطلعني اللي انا عايزه، يعني انا عايز اكون عايز زي عمر خيرت، وعايز اطلع زي عمرو دياب. الجائزة دي تعتبر إنجاز للدولة، بيجسد التزام الوطن برعاية وتشجيع النشأ بما يكفل حرية الإبداع بحيث لا يتجاوز عمر المتقدم 18 عام. الأعمال هترسل للمجلس الأعلى للثقافة على سي دي أو على فلاش ميموري، وحيتم بعدها عمل لجان الفحص اللي هتبدأ زي ما قلت بعد يوم 25 مارس إن شاء الله. طبعا الجائزة بتتعامل مع 3 فروع، معنى كده أنك بتغطي كل فروع الإبداع في مصر، الثقافة والأدب، يعني شعر، قصة، مسرح، فنون، فيها 3 مجالات، الإبداع والابتكار فيها مجالين. عندنا مرحلتين عمريتين، المرحلة الأولانية لغاية 12 سنة، المرحلة الثانية لغاية 18 سنة. تم تخصيص الفترة من 28 فبراير لحد 25 من مارس لتلقي الطلبات، بعد كده بتيجي مراحل تانية زي التقييم والتحكيم، وبعدها بيتم الإعلان عن الأسماء الفايزة بجائزة الدولة للمبدع الصغير. والحقيقة إن دي جائزة مهمة جدا، يعني أتمنى من كل الأطفال أو من هم أصغر من 18 سنة، في منهم بقى مش أطفال، ولكن أتمنى منهم من أهليهم إن هم يتقدموا لنيل هذه الجائزة. دي جائزة مش مسابقة ولكن فيها تحكيم وفيها يعني ناس بتبص تشوف مجالات الإبداع، لأنها فعلا جائزة مهمة، وكان صدر بها قانون من الرئيس السيسي، قانون رقم 204 سنة 2020، جائزة الدولة للمبدع الصغير، يعني جائزة دولة زي جائزة الدولة التشجيعية، زي جائزة الدولة التقديرية. وأنا عارفة إن إحنا لو يعني فتشنا كده، وده أحد أنواع التفتيش، هنلاقي في بلدنا مبدعين ووسط ولادنا في مبدعين كثر. هذه الجائزة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي اللي وجهت كلمة لكل القائمين على هذه الجائزة وللأطفال كمان اللي يعني هيقدموا لنيل هذه الجائزة. نسمع كلمتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الاهتمام بالأطفال والنشأ إحدى أولويات الدولة المصرية لخلق جيل جديد مبدع قادر على تحقيق آمالنا وطموحاتنا في مستقبل مشرق. جائزة الدولة للمبدع الصغير حلم أولادنا سيصبح حقيقة، وأطفالنا هم مستقبلنا، والله الموفق. أتمنى طبعا أن كل الأطفال اللي شايفين أن عندهم مواهب أن هم يقدموا لهذه الجائزة، وزي طبقا للشروط المعلنة من وزارة الثقافة.